السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بناء على طلبات العديد من الأساتذة والزملاء اللي طلبوا من عندنا أنه نوضح طريقة عمل برنامج ماثكاد بمثال توضيحي، وهذه يمكن هي أحسن طريقة ممكن واحد يعتمدها، لذلك راح أحل فد مثال بسيط اخترته من مادة مقاومة المواد، لأنه هذه المادة تستخدم بالكثير من فروع الهندسة، وبالتالي ما راح تكون غريب، يعني ما راح يكون هذا المثال غريب على الكثير من زملائنا المهندسين والطلبة أيضا، لأنه هاي مادة بالمرحلة الثانية. المثال اللي اختاريته هو من كتاب هيبلر الخاص بميكانيكس اوف ماتيريالز. هذا المثال اللي واضح أمامكم مثل ما تشوفوه هسه حاليا، راح نحاول أنه نكتب المثال ونكتب الحل مالته وإجراءات الحل والطرق التوضيحية باستخدام ماثكاد. فإذا نروح على الماثكاد هنا، أنا أوريدي كتبت نص السؤال، راح أحاول أنه أكتب العنوان، فراح أروح على البداية هنا، أخلي المؤشر مالتي وأروح على ماث وأختار تكست بوكس وأكتب example، سوري هذا بالعربي example 1.11. هذه طريقة. الطريقة الثانية إذا ضغطت Ctrl زائد T بنفس الوقت راح ينفتح لنا التكست بوكس أيضا، وأقدر أكتب بداخل اللي يعجبني. Moreover ممكن إنه أسوي له بولد بأنه أظلل وأطلق وأكتب Ctrl plus B أضغطهن سوا، وCtrl plus U سوا يصير Underline، Ctrl I يصير Inclined، يعني مثل ما يعجبك أنت شلون تنسقه. راح امسح هذا ما راح يحتاج بعد، وراح اقدر I can drag it، راح اقدر اسحبه حتى يجي لي هنا. واذا اروح على text formatting ممكن اغير حجم الخط الى 14 مثلا، ممكن اغير لون الخط الى الازرق، ممكن انه اخليه له خلفيه صفراء. فهذا هذا التنسيق يعني سهل جدا. اوكي، نص السؤال هو هذا: The inclined member shown in the figure subjected to a compressive force of 3000 Newton. Determine the average compressive stress along the smooth areas of contact defined by AB and BC and the average shear stress along the horizontal plane defined by DP. إذا أروح على نص السؤال هذا هنا، طبعا مثل ما تشوفون سؤال واحدة ما يكفي، تحتاج انه اشوف في مثال توضيحي، عفوا في صوره توضيحيه، وهذه الصوره التوضيحيه افضل وحده هي هاي. فراح استنسخها لهذه الصوره بانه اروح على تولز سيلكت اند زوم واختار سناب شوت تولز. انت ممكن تكون عندك هذه الصوره موجوده مثلا ماخذها من الانترنت او ماخذها من اي مكان، او انه مستنسخها مثل ما انا اسوي هنا. تم استنساخ الصوره حتى اخليها بمكانها هنا بالمثال، اختار المكان اللي اريد اخلي بيها واضغط على Ctrl plus V مثل الوورد نفس الشيء، اجت الصورة كاملة هنا. هذه طريقة ممكن اسويها. الطريقة الثانية ممكن ايضا اني بالتاب مال الماث اختار Image، راح يحط لي هنا هذه الايكون، بالضغط عليها راح اختار الصورة اللي تعجبني واضيفها. اوكي، هذه طريقة ثانية. انا هذه ما راح احتاجها حاليا، لذلك راح امسحها ما راح اخليها. اوكي، صار عندي هسه هنا العنوان نص المثال والصوره التوضيحيه. ايش بقى؟ بقى انه اعرف شنو المعطى اللي بالسؤال وشنو هو المطلوب من عندي والحل. وراح ابدي بالبدايه بانه اوضح شنو هو الجيفن. فكنترول تي واكتب جيفن واظلله، Ctrl B Ctrl U، وراح اغير لونه الى الازرق ايضا. اوكي، فشنو المعطى لي؟ المعطى لي ببساطة هي القوة والابعاد، هذه اللي نشوفها امامنا هنا. فراح نعرفها واحدة واحدة. القوة راح اسميها مثلا F، وقيمتها حتى اعرف قيمة اي variable بمجرد ما اكتب يساوي راح نشوف هنا. طبعا هنا اف هو اخذها 1 فهرنهايت، طيب او خلي اخذ فد فاريبل ثاني افترض بي واكتب يساوي، راح يعترض يقول لي this variable is undefined check that the label is set correctly. بمعنى انه اني علامة المساواة وحدها ما تفيدني بالتعريف هنا بهذا البرنامج. اذا اريد اعرف اي فاريبل فاضغط نقطتين واحدة فوق الاخرى كولون ويساوي، وبعدين اعرف قيمة هذا الفاريبل واللي هو عندنا موجود هنا قيمته 3000 نيوتن.
نكتب 3000 ونكتب الوحدة نيوتن، والبرنامج already راح يحول لون الحرف الN الوحدة إلى الأزرق، معناه أنه البرنامج تعرف على هذه الوحدة. طيب أيضا ممكن أعرف الأبعاد اللي موجودة عندي. فهذا البعد AB قيمته شقد؟ قيمة الـ AB 25 مليمتر، والبي سي قيمته 50 مليمتر، والدي بي قيمته 75 مليمتر. في حين انه عندنا هذا البعد الاخير هذا هنا اللي هو 40 مليمتر، بما انه هو ما منطي تسمية فانا راح انطي تسمية بي، واقول هذا يساوي لنا 40 مليمتر. بإمكاني أيضا أنه أضيف صناديق للوصف هنا، ممكن أعرف هذه شنو، فكنترول تي وأقول هذه ترى عفوا هذه هي الـ Apply Force، وهذا يمثل لنا Dimension AB. ممكن أنه أستنسخ هذه وأخليها هنا وهنا وأسميها هذا Dimension بي سي وهذا دايمنشن دي بي. اوكي الاخير راح نسميه مثلا ويدث اوف ذا بيم. طيب الان اللي سويته اني انه عرفت كل الامور الجيفن انفورميشن اللي معطات عندي، بقى انه لازم اعرف شنو هو الريكوايرد. فارجع هنا من جديد واكتب required، اظلله كنترول بي كنترول يو مره ثانيه واغير لونه الى الازرق. اوكي شنو required؟ required هو هذا determine the average compressive stress along the smooth area of contact defined by AB and BC. اذا بامكاني انه هنا افتح تكست بوكس جديد كنترول بلس تي واقدر احط ترقيم واكتب هذا مطلوب من عندي انه النورمال ستريس ده along AB. خلينا نكبر هذا شويه. طيب ممتاز انتر، واحتاج النورمال ستريس along BC والأفريج شير ستريس along DB. ثلاث مطالب موجودة عندي. اوكي ممتاز، خلينا ننسق شوية الأمور، نجيب هذا هنا مثلا، ممكن أيضا نصعدها هنا إذا نحب. اتس اوكي أعتقد هذا مرتب. طيب هسه وصلنا إلى الحل. اوكي فهسه انا اريد اطلع النورمال ستريس على هذا الخط، على هذا المستطيل هنا اللي هو الويدث اوف ذا بيم والارتفاع مالته هو اي بي. اوكي فمعناها انه انا احتاج اطلع المساحات لهذا السطح ولهذا السطح ولهذا السطح، واحتاج اطلع مركبه القوه اف باتجاه الاكس اكسس وباتجاه الواي اكسس، وراح ابدي انا بالمركبات. فاقول انه F sub x، شلون اكتب sub x؟ اروح للماث واختار subscript x يساوي قيمة القوة F مضروبة في الميلان مالتها هنا اللي هو 3 تقسيم 5. اوكي 3 تقسيم 5 ويساوي لنا 1.8 في 10 أس 3 نيوتن. بإمكاني أنه أغير الوحدات من النيوتن إلى كيلو نيوتن، وأوتوماتيكيا البرنامج راح يغيرها إلى صيغتها. أو بإمكاني أنه أريد أعرفها بالنيوتن، بس أنا ما عاجبني هذا الإخراج للرقم اللي هو 1.8 في 10 أس 3، أنا أريد يكون 1800، فأخلي المؤشر مالتي هنا وأروح على Math Formatting
وبدال جنرال اختار ديسيمال مثلا طلع لي 1800 نيوتن. هذه المركبه باتجاه اكس، مركبه باتجاه واي، اف سب واي. بدال ما اروح اسوي العمليه السابقه اكو شورت كات اللي هي كنترول واشاره الناقص واكتب سب واي والكولون ويساوي اف مضروبه في علامه الضرب. بالمناسبه هي النجمه. المركبه هي 4، التقسيم هو السلاش او باك سلاش بالحقيقه على 5، ويساوي لنا ايضا اغيرها من هنا من جنرال الى ديسيمال 2400 نيوتن، فطلعت عندي قيمه اف اكس وقيمه اف واي. بامكاني ايضا الان انه احسب المساحات، فالمساحه هذه طبعا بامكانك انه تضيف هنا التعريفات الها، فهذه خلينا نقول كنترول تي هوريزونتال كومبوننت او اكس كومبوننت وات ايفر اكس كومبوننت وهذه واي كومبوننت هذه الفائدة من هذه التعريفات انه ما نترك المتلقي في حيرة من معرفة الرموز اللي احنا نستخدمها في حال كانت رموز يعني قد تكون مبهمة بالنسبة لنا نوعا ما، يعني فشي جمالي وللتوضيح ايضا. فهسه اي سب اي بي تساوي لنا شو تساوي لنا؟ تساوي لنا قيمة اي بي مضروبة في بي اللي هو الويدث هذا اللي سميناه بي. فاي بي ستار سمول بي وتساوي لنا 0.001 متر تربيع. إذا تريد الوحدات بالمليمتر تربيع بمجرد ما تأشر هذه ضيف ميم ثانية أو أم ثانية عفوا طلعت لك القيمة، بس أنا خليها أوكي خليها أم تربيع ونعرفها أنه هذه هي area of surface AB. area subscript BC تساوي لنا BC مضروب في البي ويساوي لنا هذا. إذا هذه هي خلي هذا بعدين نستنسخ آخر شيء، والاريا subscript DB تساوي لنا DB في بي وتساوي لنا هذه. طيب بس نستنسخ هذه نضللها كنترول سي كنترول في مرتين استنسخت، بعدين نغيرها الى بي سي وهذه الى دي بي. اوكي ممتاز صارت الامور متنسقه، صارت عندنا القوه مركبات القوه والمساحات المختلفه. ايش بقى؟ بقى انه اوجد الستريسز. اول مطلب هو نورمال ستريس along اي بي، فالستريس العلامه مالته هو السيجما، وبإمكاني إنه سيجما أدخلها من symbols وأختار سيجما، ومثل ما قلنا subscript اللي هو الكنترول والناقص AB أكتب colon ويساوي النورمال فورس على AB اللي هي FX F كنترول ناقص مرة ثانية علامة القسمة الـ area of AB. وش قد تساوي لنا؟ تساوي لنا 1.8 في 10 إلى 6 باسكال، أو أنا أريد أوجدها بالميجا باسكال فقيمتها 1.8 ميجا باسكال. ممتاز. أريد سيجما بي سي الآن، فراح أخذ طريقة ثانية حتى أكتب الرمز. سيجما ممكن اكتبها على شكل S وبعدين اضغط كنترول وجي راح يحوليها الى سيجما، وبعدين كنترول واشارة الناقص حتى اروح للسبسكريبت واكتب بي سي ويساوي F كنترول ماينس Y مقسوم على area of بي سي ويساوي لنا الميجا باسكال 1.2 ميجا باسكال. بقى اخر شيء اطلع تاو افريج، فتاو هي تي وارجع اضغط كنترول وجي ونقطتين واي
او خلينا نخليه سب سكريبت هذا، خلينا نعرفه average stress لانه هو يريده. فاحنا نريد القوه اللي هي fx f sub x مقسومه على area of db ويساوي لنا بالميجا باسكال. ايضا ممكن انه اعرف انه هذا هو النورمال ستريس، هذا النورمال ستريس، هذا شير ستريس، اقدر اكتب تعريفات مالتهم هنا مثل ما كتبتها سابقا. هذا كان مثال بسيط، من خلال هذا المثال تعلمنا شلون انه ندخل مربع للنص، نكتب النص ونغير التنسيق مال الخط اللي موجود به، تعلمنا شلون نقدر انه نضيف صورة، تعلمنا شلون نعرف الفاريبلز المختلفة، شلون نغير الوحدات المستخدمة، وتعلمنا شلون نسوي الحسابات باستخدام هذا البرنامج. أتمنى أنه هذا التسجيل البسيط فاتكم بأنه وضح لكم شلون بطريقة مبسطة نقدر نستخدم برنامج ماتكات. كان معكم أسامة الصفار، وشكرا جزيلا لحسن إصغائكم، وإن شاء الله نلتقي في فيديوهات جديدة. مع السلامة.